لا يجوز. لأن الفتنة تذهب الفتنة، ماشي معنى أنه صام أنه غادي يمشي له. بالعكس، في الصيام يحضر العقل أكثر، الصيام يحضر العقل. بحال اللي كيقولوا في الـ في الـ في الكرة، واش نفطروا يكون عندنا الماتش؟ لا سيدي ما تفطرش، ربما غادي تجيب النتائج ديال، غادي تنتصر وانت صايم، لان اغلب الانتصارات التي حققها المسلمون في معارك كانت في رمضان، وهذا سر من الاسرار الربانيه. ولكن ما نقولوش احنا هذوك في المعارك كانوا اباح لهم الشرع باش يفطروا حتى يتقوموا، لكن في بالنسبه للامتحانات الانسان كيكون خالي الذهن هو بك تكون المعده خاليه، لكن عندما تملأ المعده حوارك للنعاس ما يمكنش يركز. بحال التركيز هو يعني غالبا لا تصفو الروح الا بالصيام، ولذلك شرع الصيام.